جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، عندما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تثور في أنفس بعض الناس قضايا ومسائل معينة، هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تثور عند بعض الناس شكوك أو اتهامات، لأن هذا الشيخ شوه في مسامعهم، شوه من قبل دعاة السوء والضلال. وهذه سنة الله عن كل من قام بالحق، فلا بد أن أهل الباطل يشوهونه ويلصقون به التهم. وخير أسوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيه المشركون من الألقاب ومن الذم ومن التنقص؟ أنه ساحر، أنه كذاب، أنه مجنون، إلى أن أنه قاصر الفهم، إلى غير ذلك مما نبزوه به من الألقاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أنه يتلقى من غيره، أنه يعلم من غيره من اليهود أو النصارى. كل هذا قالوه في الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول رب العالمين. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه دعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام. نفس الشيء ينسحب على الدعاة المخلصين المتابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. فإنه لما دعا الناس إلى توحيد الله وترك عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونبذ عقيدة الجاهلية والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يرق هذا في أعين الدجالين والكذابين والمشعوذين الذين يريدون أن يبقوا على رئاساتهم وعلى تدجيلهم على الناس وعلى ما يحصلون عليه من الجاه والمال، مع أنهم لو تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله وقبلوا دعوة الله لرفعهم الله عز وجل وأعزهم وبدلهم خيرا مما فقدوا، لأن من ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه. فلا غرابة أن يكون هناك شكوك أو يكون هناك استغراب عند بعض الناس عندما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو تذكر مؤلفاته، لأنهم سمعوا من الدجالين والكذابين عن هذا الشيخ أشياء هو منها بريء، ودعوته واضحة ولله الحمد. دعوته ولله الحمد اتضحت أكثر بمرور الزمان والتجربة، وكتبه تنادي بسلامة مقصده وسلامة هدفه وإخلاصه لله عز وجل. أذكر أنه رحمه الله لما ذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص، يعني في هذه الآية الإخلاص الدعوة. فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. نعم، أتنبه لهذه اللطيفة من استنباطاته رحمه الله. الله أكبر. عندما تكون الدعوة إلى الله كيف يكون صداها شيخ صالح؟ عندما تكون الدعوة إلى الله فإن صداها يكون باقيا ومستمرا ونافعا بإذن الله عز وجل، وإن عارضها من عارضها ووقف في طريقها من وقف فإن هذا كله يزول ويبقى الحق والعاقبة للمتقين. فقيل ما قيل في أئمة الهدى من التجريح والتشهير ووقف في وجوههم، ولكن بقيت دعواتهم واضحة صريحة ونفع الله بها. وأما أولئك المعارضون فذهبت وقاحاتهم معهم ودفنت معهم، الحمد لله. نعم.